المتجر الهدى جابكم واحد الهمزة ولا همزة. اليوم المتجر الهدى أول مرة كيدير مسابقة على واحد باك واعر، باك بمناسبة شهر رمضان، عيكون تقريبا لمدة 5 أيام، باك مكون من جلابة، من ركابية باليد، من جلابة كما شفتو، من سروال، من بلغة رويال، من تقاشر. 5 ديال اللبسات ها الالوان ديالو. شوفوا شوفوا شوفوا، غادي نربحوا ان شاء الله بالمناسبه 3 ديال الناس. هذه اول تجربه، 3 ديال الناس اللي غيحالفوا من الحظ الله يسخر لهم. سواء نشوف بالنسبه لشروط المسابقه، ما كنشرطوش بالضبط ذكر ولا انثى، راه ممكن تشارك المراه دير الراجل ديالها او خوها او بوها الى غير ذلك. شروط المسابقه تكون ابوني عندنا في الانستغرام، 1، 2، طاقي 3 ديال صحابك، 3 ديال الاصدقاء ديالك، 3 دير لايك لهذا البوست هذا. بالمناسبه هذا الباك اللي غادي يكون عرض ديالو خلال هذا الشهر رمضان، درنا له الثمن يعني 1000 درهم للناس اللي ما ساعدهمش الحظ باش ياخذوا هاد المسابقه ان شاء الله. وبالمناسبه غنديروا مسابقه اخرى وغتكون فيهم تحفيزات اكثر. بالمناسبه الثمن راه الثمن خيالي، واخا طلعوا عمليه حسابيه ما تخرجوش، لان ركابيه باليد تاو ممتاز ديال جلابه الى غير بلغار ويال تقاشر سروال، مرحبا بكم ونطلبوا الله كل شيء ربح. مرحبا بكم، اهلا وسهلا.